السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. ان شاء الله اليوم جبت لكم وصفه كمان كثير طيبه. اليوم بدنا نساوي المقلوبه بالدجاج. انا بفيديو سابق قبل سويت المقلوبه، سويناها باللحمه الناعمه، سويناها وسميناها المقلوبه السريعه، والحمد لله نالت على كثير اعجاب ناس. واليوم على طلباتكم بدي اساويها بالدجاج. اليوم في عندي هي مكونات، انا بدي اسويها بالدجاج وبالخضره. انا هون بدي احط باذنجان وبطاطا وجزر، وممكن تحطوا اي خضره بدكم اياها، ممكن كمان نحط معاها زهره او في ناس بيقولوا قرنبيط، اي خضره بدكم اياها بصير. هلا نبلش. بسم الله، اول شيء انا بحب املح الخضره مشان اذا قليناهم ما يشرب كثير معانا زيت. انا هون حاطه شيء 3 باذنجانات، وهنا شيء بطاطتين كمان. بدي انقع الرز كمان، هون كمان بدي احط له معلقه كبيره ملح، بدي احط له مي طبعا دافيه. ولا هي الاكله كمان ما بينفع معها الرز البسمتي، لازم يكون رز فيه نشا، مثلا رز ايطالي او رز صن وايت، رز يكون فيه نشا مشان يطلع هيك معنا مثل القالب. يلا هلا ان شاء الله بنروح على الغاز ونطبق الوصفه. هلا ان شاء الله بدنا نبلش تطبيق الوصفه. انا هون حطيت طنجره، بدي احط لها هيك معلقتين ثلاثه زيت، انا بحب هيك اشوح اللحمه شوي. شايفين انا شوحته شوي، شايفين هذا اللون هيك بدنا اياه. بدي انقل على الطنجره الثانيه، شايفين شايفين هذا اللون بدنا اياه. بجيب هذا على الغاز وهي نخليها على جنب بعدين نشتغل فيها. انا هلا بدي اقلي الباذنجان. الباذنجان كان بدنا يكون سميك شوي، شايفين؟ يلا شايفين هاي الباذنجان استوى؟ هذا اللون اللي بدنا اياه نحن. وانا حاطه محارم، انا حاطه عليها هلا. يلا هلا هون كمان عندي غلى الفروج، بقش هذا الريم اللي عليه نشيله كله، شايفين؟ يلا هيك تمام. هلا بحط له هدول المطيبات، ورق الغار وهيل وقرفه وقرنفل وفلفل اسود، وبحط كمان معلقه ملح معاها، وبحط هدول الجزرات. الجزر ما بدي اسلقه، ما بدي اقليه، بدي اسلقه سلق. يلا هلا بدي اقلي البطاطا كمان. هلا ان شاء الله بدنا نطبق طبختنا. كل شيء استوى عندي، هذه اللحمه هون استوت، وهون قلينا الباذنجان والبطاطا، هدول الجزرات اللي سلقناهم مع الفروج. يعني هو الجزر يعني هم نسلقه سلق وهم مشان بيروح لزنخه الفروج. وهلا ان شاء الله بدنا نبلش نطبق. بدي احط اول شيء الفروج بنفس الطنجره هاي اللي قلينا فيها، طبعا هون كل الطعمه والنكهه بهاي الطنجره. يلا بسم الله. نطبق كمان باذنجان. شايفين انا صفيته هيك بالطنجره، والجزر حطيته هيك، والبطاطا والباذنجان. هلا ان شاء الله بدنا هذا الرز، انا هون حاطه كوب الرز، وانتو هون الكميه كمان حسب عيلتكم، كل واحد حسب العيله. يعني انا عيلتي صغيره فكميتي قليله مو كثيره. هلا بدي احط الرز، وانا عندي هاي ميه الدجاج، ومظبطت لها الملح كمان هيك، وهذه البهارات هون حاطه معلقه صغيره بهار اسود، ومعلقه صغيره بهارات السبعه، ونص معلقه صغيره قرفه. يلا
الشبكه كمان هيك، وانا مشغله الغاز تحت هلا بكت المي، وهلا بس يغلي كمان كله بتخلط مع بعضه. شايفين؟ وهون كمان بنرجع بندوق بنظبط الملح كمان. هلا انا بدي اغطيها بس تغلي هيك الغلوه الكبيره، بوطي عليها الغاز وبستناها حتى يستوي، بفرجيكم اياها بس تستوي ان شاء الله. شايفين؟ هي مقلوبتنا ما شاء الله طلعت روعه. شوفوا الرز، شوفوا قديش مفلفل ما شاء الله. وهون يعني كميه المي انا ما بقدر احددها، انتم حسب النوع الرز اللي بتستعملوه. مثلا انا الرز هون استعملته حطيت له كاسه رز، كاسه ونص مي. انتم حسب نوع الرز اللي بتستخدمه بدكم تحطوا كميه المي. اكيد كل واحد بيعرف نوع الرز اللي بيطبخه بيعرف المقدار. هلا ان شاء الله بدنا نقلبه. بسم الله، سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله؟ شايفين هذا صحننا على النهائي. واحلى شيء كمان عليه هيك رشه مكسرات، لسه عم بصير احلى واحلى. هذا هو. بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى تنفذوا انتم كمان وتطالعوا احلى. واذا عجبكم ما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بقناتي اذا ما كنتم مشتركين. أهلا وسهلا فيكم بمطبخي، والسلام عليكم.